صباح الخير أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر من محافظة الوادي الجديد، تحديدا مدينة الخارجة أمام إحدى لجان الثانوية العامة، لجنة مدرسة ناصر الثانوية. طبعا إحنا دلوقتي بنتابع معاكم توافق الطلاب الشهادة الثانوية العامة على اللجنة لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ. النهارده يوم مرتقب، لان مادة الفيزياء طبعا هي مصدر قلق كل طلاب الثانوية العامة، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح والتفوق. ايضا مادة التاريخ للشعبة الادبي، عندنا هنا في محافظة الوادي الجديد 1825 طالب وطالبة في 11 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة بيأدوا الامتحان في غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم برئاسة المهندس سيد عبد العزيز، بتابع سير أعمال الامتحانات وطبعا بحضور المختصين في المحافظة وكافة الأجهزة المختصة. بيتم التواصل مع غرفة العمليات من خلال الفيديو كونفرنس، غرفة مركزية بالتواصل مع الغرف الفرعية في الإدارات. ومن ساعة ما بدأت الامتحانات بيتم توفير المياه المغردة وكل وسائل الراحة للطلاب عشان درجات الحرارة المرتفعة هنا في المحافظة أو على مستوى الجمهورية، ولكن في الوادي الجديد بتكون أعلى شوية. عندنا تقسيمة الطلاب على مستوى المراكز، في عندنا 905 طالب، منهم 287 أدبي و 572 علمي علوم، 64 طالب وطالبة بقسم شعبة علم الرياضة، دول في أربع لجان. وإدارة الدخلة فيها 584 طالب وطالبة، منهم 112 أدبي و 443 علمي علوم و 29 علم رياضة في ثلاث لجان. إدارة الفرافلة التعليمية فيها 165 طالب وطالبة، منهم 16 في أدبي والباقي 132 طالب وطالبة في علمي علوم و 17 في علم رياضة. وبلاط فيها 75 طالب وطالبة، منهم 12 في أدبي و 60 في علمي وفي علم علوم و 3 في رياضة في لجنة واحدة بالمركز. باريس فيها 95 طالب وطالبة، منهم 30 أدبي و 64 علم علوم وطالب واحد بس في قسم علم رياضة. بإجمالي 1824 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مفيش اي شكاوى تم رصدها على مستوى الادارات التعليميه، مفيش محاضره اتعملت سواء غش او متعلقه بمشاكل. كان في طبعا بسبب الارهاق، وفي على مدار الامتحانات على مدار الايام اللي فاتت بعض الطالبات كان بيحصل لها حاله من الارهاق، كان بيتم التعامل معها مباشرة لأن في زائرة صحية موجودة وفي طبيب متواجد وفي عربات إسعاف. زي ما انتم شايفين العربات بتتواجد أمام اللجان بشكل مستمر، وإدارة المرور متواجدة، والأجهزة الأمنية بتوفر حماية للجان داخل محيط اللجان ضمان أمن وسلامة اللجنة الامتحانية. تابعنا معكم أعزائي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع جانب من استعداد أو دخول وتوافق طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ. كل أمنياتنا بالتوفيق. كنت معكم ماهر البهنساوي مدير مكتب اليوم السابع المحافظة، أشكركم.